السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة ببرنامجكم مع الجمهور. تعنت مستمر يبديه وفد الميليشيات الحوثية المفاوض في العاصمة الأردنية عمان يهدد بإفشال المفاوضات التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جراندبرغ لفك الحصار عن تعز وفتح الطرقات في مناطق التماسي، وسط تهديد الوفد الحكومي بوقف النقاشات المستمرة على مدى 3 أيام واستمرار التظاهرات الغاضبة المطالبة بإنقاذ أبناء تعز من الحصار ورفع المعاناة عنهم. رفض ميليشيات الحوثي فتح الطرقات تزامن مع دعوة المبعوثين الأممي والأمريكي إلى التسريع بالتوصل إلى اتفاق على فك الحصار عن تعز في سياق تنفيذ الهدنة الأممية التي ستنتهي في 2 يونيو المقبل، على أمل أن يتمكن المبعوث الأممي من إقناع الطرفين بتمديدها. اليوم وفي ظل استمرار التعنت الحوثي نتساءل، ما مصير مشاورات عمان والهدنة الأممية الإنسانية؟ وبعد 8 سنوات من التعنت الحوثي، على ماذا يراهن المبعوث الأممي؟ شاركونا رأيكم بالاتصال بأرقام البرنامج بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم مشاهدين الكرام. إذن موضوع حلقة اليوم يتمحور حول التعنت الحوثي ومصير المشاورات في عمان والهدنة الإنسانية الأممية. ننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم عبر أرقام البرنامج المباشرة التي تظهر تباعا أسفل الشاشة وعبر تطبيقي دو وإيمو. بإمكانكم أيضا إرسال رسائلكم النصية عبر واتساب لقراءتها في البرنامج. إذن كما تحدثنا لم تستجب اتصال، انقطع الاتصال. إذن لم تستجب ميليشيا الحوثي على مدار 3 أيام لطرح الفريق الحكومي بشأن فتح الطرقات والمعابر البرية في تعز وجميع المحافظات. أمس الفريق الحكومي اتهم الميليشيات الحوثية بأنها لم تستجب لفتح الطرقات الرئيسية إلى تعز رغم محاولة إقناعهم بجميع الوسائل المنطقية والموضوعية الممكنة. الفريق الحكومي طرح يعني فتح الطرق الرسمية لاستقبال الاتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا أبو طارق. نعم. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا أخي. يا مرحبا فيك. اليوم يا أبو طارق نتساءل، بعد التعنت الحوثي الواضح في مشاورات عمان، إلى أين مصير هذه المشاورات وإلى أين مصير الهدنة الإنسانية برأيك؟ أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أستاذ صادق؟ وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا فيك. لم نقولها لك من حفاظاً على الوقت. سلمت. نقلك السلام ونطمئن عليك أنت وزملائك العاملين في قناة اليمن اليوم. تحياتنا لهم خالصة من صميم القلب، كل عاملي قناة اليمن اليوم. يا حبيبي، هذه هي الميليشيات الحوثية، هذه هي الجماعة، هذا الفكر حق الجماعة ما فيش فائدة. المبعوث الأممي يعطيهم فرصة لالتقاط الأنفاس وللتحشيد وللتموضع وللتزويد بالسلاح، كما قال أخي أبو سكر أحييه، هنا ممنوع وهنا انسحبوا وهنا تعالوا وارجعوا إلى الوراء وهنا ممنوع وهنا كروا وهنا. هذا هي الأمم المتحدة والمبعوث الأممي. المبعوث الأممي حامل راية الجماعة، مش حاملوا راية الجمهورية اليمنية وراية التحالف وراية الصلح وإنهاء المشكلة. المبعوث الأممي لن يسمي من المعرقل ومن المعطل ومن المخرب ومن المدمر للشعب اليمني. أليس محافظة تعز فيها مدنيين وفيها نساء وأطفال ومعوقين ومحتاجين للطريق وللكساء والدواء والغذاء؟ 4 مليون نسمة
أليس هذا كيل من كيالين يا أخ صادق من المبعوث الأممي وغيره؟ ناهيك عن الحديدة اللي يأكلون الأشجار، قسما بالله يأكلون الأشجار، يأكلون الحلص، منسيين أبناء الحديدة، لا حكومة ولا مبعوث أممي ولا غيره. لو كان مذكورين أبناء الحديدة مش مبيدين أكثر من أكثر من أن أمة أبادهون لما انسحبوا من القوات من 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 شارع الخمسين ومن المطار، من نزلوا الجماعة الحوثية أبادوا الأخضر واليابس ملكيوه قبلهم أحرقوه باسم العدوان والتعامل مع العدوان. يا أخي مشكلتنا مع المبعوث الأممي ومشكلتنا مع أصحابنا. قلنا والله يمكن صادقين والله الحكومة الأولى فيها يمكن فيها يمكن فيها يمكن وظنون شكوك. الآن حكومة جديدة، نتمنى من الحكومة الجديدة يا أخي تمني لنا حق عليهم، مش يعني تمني ومش لا يعني لنا واجب ولنا حق عليهم كشعب أن ينقضونا احنا ويخلصونا احنا من هؤلاء من ذيل الجماعة يا حبيبي. نعم. ما ينفع معهم إلا قوة السلاح والنضال والكفاح المسلح. جميل. حتى تنتهي. وشكرا لك يا أخ طارق. شكرا شكرا. إذن أبو طارق يقول المشاورات يعني مجرد فرصة للحوثيين لكسب الوقت. اتصال آخر. ألو. ألو. يا مرحبا نورة، حياك الله، كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيك. اليوم يا أبو نورة بنتساءل يا أخي تسمعني؟ أسمعك. اليوم بنتساءل يعني بعد التعنت الحوثي خلال 3 أيام من المشاورات في عمان، ما مصير هذه المشاورات وما مصير الهدنة المربوطة بهذه المشاورات؟ يا أخي فين الهدنة هذه اللي يدعو الهدنة؟ احنا نعاتب الدولة والرئاسة، هل انتم يا طول عمر مع الجلاد ضد مع المجلود ضد الجلاد؟ الحوثي قاعد يقلد، الحوثي قاعد يحشد، الحوثي قاعد يهلك اليمن، الحوثي دفعتوا لها الرواتب، دفعتوا لها البترول، دفعتوا وهو قاعد يقلد في الشعب اليمني. اين انتم من هذا الكلام؟ هل انتم متغافلين مع الحوثي؟ نريد منكم تصريح يفهمنا هذا لك. احنا لا نعترف بالمندوب الامم المتحدة ولا الامم المتحدة ذاتها، احنا شعب نريد السلام. هل احنا رشحناكم للحين على اساس انكم تسيبوا حقنا وتعطوا الحق للحوثي؟ فقلوا لنا ما انتم دولة وخلونا في حال الله سبحانه وتعالى. العون والمعينة بيد الله سبحانه وليس بيدكم. اما انكم دولة وتحاوروا وتصروا على قراراتكم في مصلحة الشعب اليمني او انكم غير قادرين، قولوا ما احنا بقادرين، الامم المتحدة هي الذي عملت الربيع العربي، احنا نقول لكم واحنا مواطنين عاديين بالفم المليان، الامم المتحدة الذي عملت الربيع العربي مع اسرائيل مع الجن لن تنجح الا في اليمن وبواسطة الحوثي وبدعم الامم المتحدة وبدعم اسرائيل وبدعم دول عديدة. فاحنا نقول لكم بالفيلم المليان، هل تبوا دول الخليج ذا الحين انها تقوم هي الذي تشرط لكم شروط وتعمل لكم حوارات؟ او ايش انتم من قيادات يعني؟ واحد رئيس، واحد نائب، واحد وزير، واحد لابد ان تفهموا الشعب وتعرفوا ايش معاناة الشعب طول 8 سنوات او 10 سنوات. الشعب هلك وانتم قاعدين تركلوه من هنا لهناك، قاعدين صمم بكمن. الحوثي كل يوم يصرح والحوثي كل يوم له قرارات نفذتوا له قراراته، وانتوا ايش القرار الذي نفذتوه للشعب؟ احنا نريد منهم يا طول عمر تصريح عن ما يحصل، ونريد قرارات سوية يعني في مصلحة الشعب. الشعب ذهب الى الجحيم، البلد ذهب الى الجحيم، وهذولا قاعدين يا طول عمر طلع فلان نزل فلان، الانتقالي طلع، المدري من هو طلع، ذاك نزل، بينهم احتكاكات. إذا بينكم احتكاكات ليش تتفقوا أصلا؟ ليش تعشموا الشعب؟ ليش تعطوا الشعب الأمل وبعدين ذا الحين تسكروا الباب في وجهه؟
الشعب يريد قيادات صادقة. راقبوا الله وراقبوا ضميركم في الدنيا وفي الآخرة. جميل، هذا اللي نريده منهم يا أخي. كان فيه أمل وفي حقيقة نريد حوار صحيح. حطوا شروطكم، يرضى الحوثي يرضى، ما يرضى حركوا جبهاتكم وحرروا البلد إذا أنتم صادقين. عندكم من القوات ما تكفي دول عديدة، مش اليمن وبس. ليش قاعدين راكلين الجبهات وقاعدين لي يلا تعال يا حوثي ايش نفعل لك ايش نسوي لك؟ إذا ما أنتم دولة في الحوثي الدولة مع الأسف. هذا اللي نريد نوصله. أنا طالب الشعب وطالب مظاهرات يا طول عمر اللي في الدعج أن تحصل في الحديدة وأن تحصل في عدن وأن تحصل في مارب وأن تحصل يا طول عمر في كل محافظات الجمهورية. الشعب يريد سلام، شبعنا من السياسيين، ناس جونا بالمرض والهلك والجوع واللظى ودمرونا البلد، دمرونا البنية، دمرونا إيش اللي عدى. حتى الكهرباء ما عاد نوجدها يا أخي، ما عاد بعض الناس والله بالفوانيس. رجعنا للعصر الجاهلي. شكرا. ايش اللي يحصل ابو نورة؟ شكرا، شكرا جزيلا لك. اتصال اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا فيك. اهلا وسهلا. الشيخ احمد معك من الجوف. اهلا يا شيخ احمد، يا مرحبا فيك. تحيه لك وتحيه للرجال من امثالك اخي الكريم. كل التحيه لك وكل المشاهدين ان شاء الله. اليوم بنتساءل يا ابو احمد، بعد 3 أيام من الحوار والمشاورات في عمان، هناك تعنت من قبل الحوثيين، فما مصير تلك المشاورات وما مصير الهدنة الأممية التي ستنتهي بعد 4 أيام؟ أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أول شيء أعلم أن الولاء لله والوطن والشعب، وأنا أكلمك من محافظة الجوف، وأنا قد زرت بعض المحافظات. يا أخي، أكثر الشعب لا يمتلك 90% لا يمتلك قيمة نص خبزة عيش. الحوثيين سألتهم عن السلام يقولون يبوا السلام. الحوثيين سألتهم عن المعابر قالوا بيفتحوا المعابر. المسألة ليس في الشرعية وليس في الحوثيين، المسألة عند السعودية والإمارات. إذا قربت السعودية الموافقة لا تم الأمر، نكون صادقين. الحرب لا تنفع لا الشرعية ولا لا للطرف ذاك ولا الطرف هذا. أن تعلم يا أخي أن الحرب هي هلاك للشعب اليمني كله بدون استثناء أحد. بس يا للبلد. لو صدقوا اليمنيين لا عد، يعني المفروض أنهم يبدأوا، إذا كان في نية حقيقية من قبل اليمنيين بيكون في مشاورات حقيقية ويبدأوا بإنهاء الحرب، يعني لا بيتخلوا عن كل أفضي خشمك. نعم، أفضي خشمك على الوطنية. شوف، أنا أقول لك اليمنيين إذا صدقوا قادرين أن يحيدوا الآخرين، كان من كان يا أخي. أي واحد يستهدف أشياء اليمن والشعب اليمني يجب أن نقول له قف عند حدك يا أخي. لا يجب من عرض الطرف هذا أو الطرف هذا أو الطرف هذا، غير مقبول يا أخي. يا أخي، الشعب اليمني وصل لحالة ترتاعها. يا أخي، وصل الشعب اليمني لأمور لو تراها لا إنك لا تضبط راسك ولا توجع منها. والله يا أخي، كل الناس كلهم في الجوف وفي غيره إنهم يريدوا السلام، كلام غير صحيح هذا. والحوثيين يريدوا السلام والأولاك الثانيين يريدوا السلام، لكن فيه منهم في أوساطهم الذي لا يريد أن تتحد، ولا يريد اليمنيين أن يكونوا يد واحدة ولا كلمة واحدة، ولا يريد اليمن له قائمة. يريد اليمن يبقى على الإغاثة والصدقات. وأحنا يا أخي في هذا الحال غير مقبول. نحن نرفض هذا الحال. نطالب بفتح منافذ تعز، نطالب بفتح منافذ مارب، نطالب بفك مطار صنعاء، نطالب بفك الحموني الحديدة، نطالب بكل ما يخدم أبناء الشعب هنا أو هناك، كلها وخصوصا لأبناء شعبنا. يا أخي، ما احنا قاعدين على 10 أمتار في الخارج لا يستحقوا الذكر. حد قاعد لي في القاهرة وحد في السعودية وحد في الخارج. الشعب يا شيخ أحمد، شيخ أحمد، شيخ أحمد، مش ضروري الألفاظ النابئة، ما أتمنى ما ننطقها في البرنامج أولا. لا، وما أخطيت، ما أخطيت أنا، ما أخطيت.
ما فيش مشكله خلاص. شكرا شكرا لك يا شيخ احمد، شكرا جزيلا لك، اتمنى ان ننتبه لهذه الامور. اتصال اخر. الو الو الو، يا مرحبا، اهلا وسهلا، الاسم الكريم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا، اسمك؟ تسمعني؟ ابو صقر معك حبيبي. يا مرحبا، اسمك ابو صقر؟ اهلا يا ابو صقر، يا مرحبا فيك، بس ممكن بس تطفي التلفزيون؟ سمعنا من التليفون. ابو صقر يا حبيبي، طفي التلفزيون وافتحنا وسمعنا من التليفون. تمام. كيف حالك يا اخي صادق؟ يا مرحبا فيك، هلا وسهلا، تفضل ابدا. اولا ارجو منك ان تخليني اتكلم حتى انتهي، حفظك الله. اتكلم براحتك، تفضل. الو. ايوه تفضل. استاذي الفاضل، قلت لك ارجو ان تسمح لي اتكلم حتى انتهي، الله يديك الصحه والعافيه. تفضل، المساحه لك. اردنا ان نقول التاريخ لا يرحم. المبادرات يا ما كثرت ويا ما زادت، واذا ارادوا الحل في اليمن كانوا طبقوا الحلول اللي وضعها الزعيم الراحل علي عبد الله صالح رحمه الله. كان نفذوا المبادره الذي قدمها ائتلاف القوى الديمقراطيه للسلام والوعام برئاسه الدكتور علي حسن الخولاني حفظه الله، سلمنا منها نسخه الى الدوله ونسخه الى المندوب الاممي، وكان مفرداتها كالآتي: دعينا فيها إلى فتح الطرقات داخل الجمهورية اليمنية كاملة، ورفع اليمن من البند تحت البند السابع، وإلى تشكيل مجلس رئاسي، وإلى تشكيل حكومة مزمنة لمدة سنتين، ودعينا إلى إصدار عفو عام على كل من تورطوا في الحرب، ودعينا إلى اعتبار كل من قتلوا في الحرب شهداء. هذه حلول تحتاج إلى قرار سياسي، وبعدها إذا أرادوا يتحاوروا فيما بينهم على المناصب وعلى تقاسم السلطة. الحوثيين إذا كانوا وطنيين وكانوا يمنيين، ونحن قلنا إنهم يمنيين، عليهم أن ينخرطوا في حوار الدولة ويشاركوا في بناء اليمن الجديد. لسنا دعاة حرب، دعينا إلى السلام، دعينا إلى الحوار، وفي حالة رفضهم للحوار فلا يوجد حل غير قرار سياسي صارم وحازم كافي عبث بالشعب اليمني. جميل. هذا هو الحل. سبق وقلت لك إن المشاورات فاشلة، وتكلمنا وقلنا إن هي مضيعة وقت وصرف مليارات الدولارات، والناس تموت داخل اليمن، الشعب يجوع، الشعب خلاص، حذاري من غضب الشعب اليمني. فوالله لو غضب الشعب اليمني السياسيين هذول لن يفلحوا ولن يستطيعوا أن يعملوا شيء. إن كانوا قادرين لقيادة البلاد وحل مشاكل البلاد وإصدار قرارات صارمة دون ارتهان بالخارج، وينتظروا الحل من الأمم المتحدة ولا من غيرها ولا من زعتر ولا من فلتان، فما في أحد يريد لنا الخير إذا لم نريد لأنفسنا إحنا الخير. نريد قرارات صارمة صادقة لحل مشكلة اليمن سريعا. إذا لم يستطيعوا ففي اليمن رجال ما زالوا موجودين، ومن ضمنهم كما قلت لك الأخ العزيز الدكتور علي الخولاني، دكتور خريج جامعة الجزائر من أضخم الجامعات في الوطن العربي، دكتور علوم سياسية وخبير في القانون الدولي، ومعها الكثير من الرجال والشخصيات الاجتماعية والوزراء السابقين ورؤساء وسفراء ورجال لهم باع في السياسة ولهم خبرة، ليس ينتموا لأحد وليس عندهم انتماءات لأحد وليس مرتهنين لأحد ولا مرتزقة مع أحد. رجاء يكفي يا قيادتنا السياسية عبث بالشعب اليمني، يكفي حوارات، يكفي بهانة، يكفي بهذلة. تعبنا يا أخي الكريم، تعبنا والله تعبنا. أنا كنت أتأمل خير من المشاورات هذه في الأردن، قلنا لعل الله أن يهديهم، لعل الله أن يصلحهم بصفتهم يمنيين. إحنا لا نقول لهم اذهبوا من اليمن خرجوا، إحنا ما قلنا لهم اذهبوا عيشوا في إيران
قلنا انتم يمنيين اهلا وسهلا بكم، شاركوا في السلطه، شاركوا بالحكم، تقاسموا بالحكم، ما في انفراد بالسلطه عندنا في اليمن، عندنا بلد ديمقراطي، كل واحد يحترم الاخر. ابو صقر، ابو صقر اخذت وقتك، شكرا، شكرا جزيلا لك. اتصال اخر. الو يا استاذ صادق. ها ابو طارق اسمح لي اخي، انا اغلق على اعلق على الشيخ احمد. طيب الشيخ احمد يا اخي، هذا فكره، فكر حوثي صميم وهو من محوثه، اتحداه يرد علي ويقول لي كذبت يا ابو طارق، انا مع الشرعيه ما نسمع محوثه، اتحداه. ما علينا من 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 ابو احمد، لكن انت سمعت انه ذكر كلمه، يعني كلمه علشان انتخش لما قلنا له الامين العام المبعوث الدولي حامل وراية من الميليشيات الحوثية، خشنه الكلمة وتلفظ كلام غير بذيء. والخطأ الخطأ الذي وقع فيه يعني انه بيقول ان يعني لن تنتهي الحرب الا بموافقة المملكة العربية السعودية والامارات العربية، مع انه يعني هناك توجه من اشقائنا في مجلس التعاون الخليجي لدعم اليمن ودعم المجلس الرئاسي لانهاء الحرب واعادة السلام الى البلاد. وهبوا لهم في الشهر الكريم، في شهر الجنات، في شهر المغفرة والعتق من النار، قالوا لهم تعالوا. نعم. أباب فتحوا لهم مطار صنعاء وقالوا لهم يا أحباب الله والنبي، احنا قادرين نمسحكم من الوجود، عندنا المال والسلاح والتكنولوجيا، ما معاكم طمش، معاكم طماش. شكرا. تعالوا يا أحبابي. أبو طارق. أباب. شكرا، أخذت وقتك يا أبو طارق، شكرا، شكرا جزيلا. اتصال آخر. ألو. الو الو، اذا كما قلنا انه الفريق الحكومي طرح في مشاورات اليومين الماضيين فتح الطرقات الرسميه المعروفه. اتصال. الو الو، يا مرحبا يا اخي، اسمع ابو طارق، ابو احمد، ابو طارق يا شيخ احمد، شيخ احمد ما نظل يعني نتناكف، ما حد بيتهم احد ولا حد بيخون احد، نطرح النقاط على الحروف، ممكن ترد حق معك حق الرد نصف دقيقه. تفضل. اسمع لي اخي الكريم. تفضل. ابو طارق احترم انه يمتلك جنسيه يمنيه بس، وهذا الجنسيه اليمنيه لما كان ولا لله ولا وطنه، الا كان ولا للشرعيه ولا للحوثي ولا وغيره، فانا اعتبر يسحب الجنسيه منه، يعني اليمن هي ام الكل. خلاص يا خلاص يا ابو الشيخ احمد، خلاص، شكرا، شكرا لك. احنا ما نريد ان ندخل في مناكفات، كما قلنا نطرح الفكره، نحاول. اتصال. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، يا مرحبا. حفظك الله، كيف الحال؟ اهلا وسهلا، اسم الكريم. احمد الصالح. احمد الصالح، يا مرحبا فيك. اليوم يا احمد الصالح بنتساءل يعني بعد ثلاثة أيام من المشاورات في عمان والتعنت الحوثي الواضح، ما مصير هذه المشاورات وما مصير الهدنة الأممية المرتبطة بهذه المشاورات؟ تفضل. طبعا شكرا لكم على اتحاد هذه النهضة لأبناء الشعب اليمني. بالنسبة للمشاورات، أنا بالنسبة للتتبع للمنهجية التي تديرها الأمم المتحدة عبر تاريخها، أنها لم تنجح في أي مشاورات أو مفاوضات تديرها، وبالتالي هي تمثل أجندة الدول الاستعمارية في العالم يعني، والرهان عليها كالرهان على السراب، الرهان على الفشاء يعني على الوهن. إذا لم تكن هناك إرادة يمنية حقيقية تدعى كل القوى والنخب الوطنية من أجل أن نسهم في حل حالة المشاكل التي تواجه المحور الجمهوري بشكل عام، وهو مصدر للضغط على جماعة الحوثي بالوصول إلى حل السلام. نعم. لأنه رهان على الأمم المتحدة بس فشل، يعني تكرار المحاولات هو تكرار الفشل. أنا من هذا المنبر أتوجه يعني بكل بالصدق وأمانة إلى كل القوى الموجودة في المشهد اليمني، أن لا تراهن على الأمم المتحدة ولا على القوى الدولية، وأن تراهن على الشعب اليمني، وأن تراهن على أيضا إرادتها وعزيمتها في إخراج اليمن من هذه المأزق ومن هذه الكارثة. الجانب الثاني، المطالبة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج بأن لا تظل رهينة بيد القوى الدولية،
وتنفيذ اجندتها تدمير وتقسيم اليمن، لانه تدمير وتقسيم اليمن سينعكس على المملكه العربيه السعوديه وعلى ايضا دول الخليج المتبقى الباقيه. جميل. ان هناك مشروع استعماري، مشروع امبراطوري يريد ان يفكك الدول العربيه تباعا من اجل اقامه دول اسرائيل الكبرى في المنطقه. الهدف يعني مشروع كبير جدا، ولا بد ان نعي ونفهم ان هناك مخطط استعماري لتدمير وتقسيم الوطن العربي باكمله، وما بد تم بدأ بالعراق وسوريا وفي لبنان وفي ليبيا وفي اليمن وفي الصومال وفي لا في اطار هذه السلسله المنهجيه التي تديرها الامبراطور الاستعماري بقياده امريكا. والامور واضحه، لم تعد جماعه الحوثي من اوصلها من صعده الى صنعاء، معروف من اوصلهم ومن يدعمهم ومن يمولهم ومن يشجعهم على استمراريه تدمير وتقسيم اليمن. وايضا يعني هناك مفاوضات جرت واتفاقيات حدثت في يعني في صنعاء، الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله، وتم نكت هذا الاتفاق والانقلاب عليه. اتفاق يعني كثير من الاتفاقيات التي يعني تمت الاتفاق ما لم ينجح أي اتفاق ولم يتم الوصول إلى حل، وبالتالي استمرار هذه الأوهام والاستمرار على الرهان على هذه الاتفاقيات والاتفاق يعني المتكررة يعني هو يعني استمرار على الرهان على الفشل والوهم. أنا يعني متبع المشهد يعني من مفاوضات موفنبيك ومن كثير من المشاورات والاتفاقات يعني، وكنا أيضا راعين في التحالف المدني سلم ومصالح الوطنية على فتح طرقات اللي هي طالع صنعاء عدن، وكنا وصلنا إلى نتائج يعني وحققنا ووقعنا من الجانب من محور الطالع ومن أيضا عدن. وللأسف عندما وصلنا إلى صنعاء عرضناهم على جماعة الحوثي، وجماعة الحوثي قالوا أنهم يريدون يعدلوا هذا الاتفاق الذي فتح الطرقات. نعم. وأعطيناهم الفرصة وعدلوا كما يريدونهم وساقوا الاتفاقهم بأنفسهم. نعم. إذن أحمد عودوا إلى عدن، عودوا إلى عدن ويعني وقعوه من الطرق الثانية. فعندما عدنا إلى عدن وقعنا الاتفاق حق فتح الطريق. نعم. أظن وصلت فكرتك. شكرا جزيلا لك. باقي وقت قليل بس نستغل الوقت لاتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم أخي صادق. يا مرحبا، أهلا وسهلا. حياك الله، نشوة من عدن. يا مرحبا دكتورة نشوة، أهلا وسهلا فيك. أول الله يحفظك نشوة، وبس ما في لا دكتورة ولا شيء. أنت ونعم فيك، أهلا وسهلا، تفضلي. أنا هذيك الزميل، بقول لك الزميل، أنت أخي وأنا أخت. أهلا وسهلا نشوة، تفضلي. الله يحفظك يا غالي. أول شيء طرح جميل جدا من الأستاذ عبد صالح، رائع وفوق الرائع كمان. الشيء الثاني، أحب أن أوجه رسالة شكر تقدير واعتزاز لقناة اليمن اليوم لإصرافتهم المرأة الحديدية فائقة السيد. فائقة السيد اللي حطت النقاب فوق الحروف، هذه المرأة يا ناس والله العظيم هي تركة من تركات الزعيم. عودوا لها، عودوا لمخها لفكرها، خذوا منها مشورات. هذه المرأة لا تقدر بثمن، هذا الجيل لا يقدر بثمن. عرت شوية الأطفال والمعويلة هذول اللي قالت عليهم مسوي نفوسهم عذاب، مسوي نفوسهم هم لا يمتوا للواقع بالضبط، وليس هم من أهل الجنوب ولا يمتلوا الشارع الجنوبي. نحن وحدويين، وأول من نادى بالوحدة هم الجنوبيين يا أخي. صحيح. أما نحن نسوي الآن اتفاقية ومجلس رئاسي مع ناس دعاة انفصال يا نعم. يا أخي هم دعاة انفصال لحد الآن. تعال بوريك عدم كلها يعني، والله أنت تقول ليش نشوة ما كم لها ما طلعت. أنا في حالة اكتئاب نفسي وبكاء، لأنه ما خلوناش نحتفل بعيد الوحدة، ما خلوناش يمكن كان شوية ونتعرض للضرب العلمي، ما خلوناش نحتفل بعيد الوحدة ولا نرفع علم الوحدة ولا نسوي أي شيء. أنا أي مجلس تتكلموا، مجلس مع ناس وقتيين، مع ناس وحدويين، مش مع دعاة انفصال. أنا لا أخاف في الحق، هم سلائم يعرفوا عنواني ويعرفوا بيتي. يقو نحن تربية فائقة السيد يا أخي، نتمنى لك السلامة ونتمنى لك. دكتورة نشوة، الوقت انتهى، وقت الحلقة انتهى. كل المحبة والاحترام والتقدير لكل الأحرار وحرائر مدينة عدن وجميع المحافظات الجنوبية الذي هم وحدويون. في الختام نستطيع أن نقول أنه 4 أيام على انتهاء الهدنة الأممية و3 أيام من المشاورات العقيمة بين وفدي الحكومة وميليشيا الحوثي لفتح الطرقات والمعابر، في ظل استمرار تعنت ميليشيا الحوثي
رفضهم كل الخيارات المتاحة لتنفيذ أحد أهم بنود الهدنة واللي هو فتح الطرقات. قلناها مرارا وتكرارا، هذه الميليشيات الإرهابية لم تلتزم بأي اتفاق منذ أن زرعتها إيران في اليمن، ولا حل إلا بالقوة، إما بالحسم العسكري أو بإرغامها للجنوح في السلم. دمتم بخير، في أمان الله.